دنفد دليل المواطن لفهم الدستور. الحلقة الثالثة، تاريخ مصر مع الدستور. مصر أم الدنيا، وعلشان كده ليها تاريخ طويل مع الدستور. والتاريخ بدأ سنة 1795 لما كان فيه احتجاجات شعبية ضد المماليك والوالي. تخيلوا أنها كانت بتطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية. الاحتجاجات دي خلت الوالي والمماليك يكتبوا حجة كانت بمثابة دستور لمصر. وبعدين قامت ثورة أحمد عرابي وبرضو طالبت بالكرامة والحرية، وخلت الخديوي يصدر القانون الأساسي سنة 1882. لكن ضغط الاحتلال البريطاني خلى الخديوي يلغيه سنة 1883. وبعد كده قامت ثورة 19 وضغط الشعب لكتابة دستور جديد. وفي سنة 23 شكلت الحكومة لجنة لصياغة الدستور، وساعتها رفضت بعض القوى الوطنية المشاركة في اللجنة علشان ما كانتش لجنة منتخبة. وصدر دستور 23 فعلا، وكان أول دستور يحط أسس الدولة الديمقراطية الحديثة، ويتكلم عن الحقوق والحريات ويحقق التوازن والفصل بين السلطات. وحاول الملك فؤاد يلتف على الدستور فألغى دستور 23 وطلع دستور تاني غير ديمقراطي سنة 30، ولكن الضغط الشعبي أجبره أنه يرجع دستور 23 تاني، وفعلا استجاب بعد 5 سنين ورجعه. حلو الكلام؟ طيب، وبعد ثورة 52 أسقط مجلس قيادة الثورة دستور 23، وفي سنة 54 تم تشكيل لجنة وضعت مشروع دستور للبلد. لكن مجلس قيادة الثورة رفض الدستور الجديد، واستمر حكم الفرد هو سيد الموقف. وفي سنة 56 وضع مشروع لدستور مؤقت وتم الاستفتاء عليه. وبعد الوحدة مع سوريا سنة 58 وضع دستور جديد مشترك، واستمر لحد سنة 61 لما انفصلت سوريا عن مصر. وبعد كده صدر دستور 64، وفي عهد السادات صدر دستور 71 اللي خلى نظام الحكم في مصر رئاسي. وعلى مدار السنين اتعدل دستور 71 3 مرات، في سنة 1980، 2005 و2007. وكل التعديلات كان هدفها زيادة سلطات رئيس الجمهورية. وحصلت ثورة 25 يناير، وتم تعطيل دستور 71، وصدر إعلان دستوري في مارس 2011. ومصر دلوقتي هتكتب فصل جديد في تاريخها الدستوري. لازم نستفيد من التاريخ ونفكر في المستقبل ونعمل دستور صح. لا دي أول مرة نصور ولا ده أول دستور. تنفع أغنية مش كده؟